نرحب بكم بقناة فادية التعليمية للكهرباء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات التمديدات الكهربائية المنزلية. راح نتعرف اليوم إن شاء الله على استخدام برنامج الباوربوند في رسم التوصيلات الكهربائية والدوائر الكهربائية، سواء كان رسم رمزي أو رسم تفصيلي كما نشاهد في هذا التمرين. سنتعرف على كيفية ذلك. أولا لنبدأ بالرسم الرمزي. هذه الرموز يمكن سحبها ووضعها في أي مكان نريد. هذه الرسوم قد تم جلبها من insert picture ثم desktop. هناك فولدر خاص بهذه الرموز، تم رسم الرموز مسبقا، وهذا الفولدر، وهذه الرموز كلها موجودة عندنا هون. إذن هذه الرموز موجودة كلها هون، بقدر أنا أستخدم هذه الرموز في الدوائر الكهربائية. فمثلا بدي أستخدم المفتاح المزدوج، هذا المفتاح المزدوج أقدر أنا ألفه على أي اتجاه بدي، أو إذا كان بدي هيك عمودي أو أفقي وغيره، أي اتجاه بدي بقدر ألفه فيه، بقدر أنقله لأي مكان بدي، وبقدر أعمل له ديليت إطفاء. خلينا نجرب. نشكركم للمتابعة، ونتمنى أن يكون هذا العمل قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.